بمدينة الفنيدق جرى حفل تسليم معدات الترويد الطبي والخدمات الشبه طبية لفائدة جمعية الأوائل للأطفال في وضعية إعاقة، وقد تم تسليم هذه المعدات والوسائل بمركز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بالفنيدق. النشاط ديالهم اليوم يندرج في التطوير والمساهمة في التطوير كذلك الرؤية للطفل في وضعية إعاقة وبطبيعة الحال في تنزيل كذلك التربية الدامجة اللي هي أحد المكونات والأساس ديال البرنامج ديال التعليم. الفعالية الاجتماعية تتزامن مع الاحتفاء بالذكرى 18 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الزينغو يقاموا بواحد مبادرة رائعة بشهر 9/2022 اللي هما اشتروا لنا واحد الحافلة المقدار ديالها 600 درهم 600,000 درهم. اليوم كذلك قاموا بواحد المبادرة اللي اشتروا لنا بعض الماتريال ديال الترويض الطبي ديال النفس الحركي ديال تقويم النطق. جمعية الأوائل للأطفال في وضعية إعاقة بعمالة المضيق الفنيدق أضحت تدير 3 مراكز بكل من مرتيل والفنيدق والمضيق، وتوفر خدمات طبية وشبه طبية وتربوية وتعليمية واجتماعية لفائدة 750 مستفيدة ومستفيدا يؤثرهم 190 مستخدما.